أما عن وظائف البنوك الإسلامية فقد نشأت الحاجة إلى البنوك الإسلامية لسببين رئيسيين، هما التعامل بأساليب تمويل خالية من الربا المحرمة في الشريعة الإسلامية. السبب الثاني أن مفهوم الائتمان الإسلامي هو مفهوم واسع، فهو لا يعني مجرد القيام بوظيفة إقراض النقود كما هو الحال في البنوك التجارية التقليدية، وإنما يكون في الصيغ والأساليب. فالفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية يكون في الصيغ والأساليب الخالية من الربا المحرمة شرعا. ففي البنوك الإسلامية تكون الصيغ والأساليب تقوم على أساس المشاركة في الربح والخسارة وفقا لقاعدة الغنم بالغرم، فلا توجد أرباح بدون تحمل المخاطرة من رب المال والمستثمر، فالمستثمر يشاطر البنك في الربح والخسارة، بينما في البنوك التجارية فإن المستثمر يأخذ أرباح أي فوائد دون أن يشارك في الخسائر.